رغم انه من مواليد 1 يناير 1919 وكمان ذكرى وفاته يوم 11 يناير 1990 الا ان دي مش اسباب خلت جوجل تحتفل بالاديب والروائي الكبير احسان عبد القدوس. السبب الرئيسي اللي خلى جوجل تحتفل بالأديب إحسان عبد القدوس هو الرواية الشهيرة لا أنام، ودي الرواية اللي كتبها عبد القدوس في الخمسينيات من القرن الماضي، واللي كمان اتحولت لفيلم كبير بطولة عمر الشريف وفاتن حمامة سنة 1957. ولحد تاريخ 4 يناير 2022 الرواية دي لم تترجم بالإنجليزية إطلاقاً بسبب رفض النقاد أسلوبه المباشر والبسيط في الرواية. وفي التاريخ ده تم إصدار أول نسخة بالإنجليزية من رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس لا أنام. جوجل وجهت الشكر لعيلة إحسان عبد القدوس علشان ساعدوهم في الاحتفال بهذا المشروع، وكشفوا عن رسالة مهمة موجهة من حفيده شريف بيعبر فيها عن مشاعره تجاه جده وتجاه إرثه الأدبي الكبير. الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس كان واحد من الكتاب اللي بيقدروا قيمة المرأة في العديد من أعماله، وأبرزهم رواية أنا حرة، واللي كان بيدافع فيها عن حقوق المرأة واستقلالها. وزي ما كان يناير شاهد على ميلاده وعلى وفاته، هو كمان شاهد على ذكرى احتفال جوجل بإحدى رواياته الخالدة.